أهلا بكم في هذه الساعة على شاشة القاهرة الإخبارية، والتي نتناول فيها آخر تطورات الأزمة الأوكرانية. قال القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني إن القوات الأوكرانية أسقطت جميع الصواريخ التي أطلقتها روسيا في هجوم مكثف على أوكرانيا الليلة الماضية، وأعددها 18 صاروخا من طرز مختلفة. وأضاف زالوجني أن روسيا أطلقت 6 صواريخ كينجال باليستية من طائرات، و9 صواريخ كروز من ترازي كاليبر من سفن في البحر الأسود، و3 صواريخ اسكندر من قواعد برية. كما قال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط 6 طائرات مسيرة إيرانية الصنع و3 طائرات مسيرة للاستطلاع. للمزيد من المتابعة ينضم إلي من لوسك دكتور غيث مناف، المتخصص في الشأن الأوكراني. دكتور غيث، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني دعنا نبدأ أولا بهذا الهجوم المكثف الذي طال العاصمة كييف، والذي هو الثامن هذا الشهر، ويصب بأنه الأعنف بشكل كبير من حيث الكثافة، من حيث نوعية الصواريخ التي استهدفت العاصمة الأوكرانية. تحية طيبة لكم. نعم، تشهد الأراضي الأوكرانية في آخر فترة وهو قبيل بدأ الهجوم المضاد هجمات متكررة بصواريخ متعددة فرد صوتية وكاليبر، كما أيضا قام العدو بالتنوع في عمليات إرسال الطائرات المسيرة، بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع التي هي تجاري الطائرات الانتحارية الروسية أو الإيرانية من نوع شاهد 131، بالإضافة إلى صواريخ من نوع كاليبر وأيضا فرد صوتية أطلقت من الطائرات. هذا الشيء هو الجديد الذي بدأت روسيا باستخدامه منذ أن تم وضع منظومة باتريوليت الأمريكية في داخل الأراضي الأوكرانية. ولكن إن جئنا نتحدث عن أرض الواقع في العاصمة الأوكرانية كييف، حيث شهدنا في صباح هذا اليوم تصدي لكل محاولات الاستهداف على المناطق والبنى التحتية الأوكرانية، على الرغم من وجود بعض من الشظايا التي تناثرت في الأراضي والمناطق والأحياء البنى التحتية، مما أدت إلى بعض من الخسائر المادية على بعض ممتلكات الخاصة للمواطنين. ولكن إن جئنا هل هناك إصابات عامة بين صفوف المواطنين؟ لم تشهد الأراضي الأوكرانية في هجوم يوم أمس أي استهداف للمواطنين، أو لم يتم استهداف المواطنين بشكل عام، ولكن كانت كل الأهداف هي تم إسقاطها بشكل رسمي من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية. وهذا على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكراني وهيئة الدفاع الجوي الأوكراني، حيث طلب من المواطنين يوم أمس أو صباح هذا اليوم بعدم الخروج إلى منازلهم أو عدم الذهاب إلى منازلهم والمكوث في الملاجئ لحين انتهاء الإنذار والحظر الجوي جراء الصواريخ والاستهدافات المباشرة التي حاول من خلالها الأعداء الروس استهداف بها البنى التحتية والمنشآت المدنية. نعم. طيب إذا صحت الرواية الأوكرانية وأنه بالفعل تم إسقاط كل الصواريخ التي أطلقت على العاصمة كييف فجر اليوم، إلى أي درجة يشير ذلك إلى التطور النوعي للدفاعات الجوية الأوكرانية والذي وصلت إليه في هذه المرحلة من الحرب؟ نعم، هنا ونحن كمراقبون في الشأن الأوكراني وداخل الأراضي الأوكرانية نشاهد بأن بالفعل أن معظم وقد يتجاوز 95% من صد الهجمات الصاروخية وأيضا الطائرات المسيرة. هنا في أوكرانيا تغيرت بالفعل منظومة الدفاع الجوي، لسنا كما كنا سابقا. كانت سابقا الأراضي الأوكرانية وفي منظومتها القديمة السوفيتية S-300 وأيضا من بعض الطرق التي كان يسلكها الجيش الأوكراني من خلال عمليات إسقاط للطائرات والمسيرات الروسية، كان هناك فرق واضح. اليوم نحن نشاهد بأن أغلب الصواريخ وأغلب الطائرات المسيرة تم إسقاطها مباشرة فوق سماء الحدود الإدارية لكل مدينة، وهذا الشيء هو تغير نوعي. أصبحت للأراضي الأوكرانية اليوم قوة دفاعية قوية جدا. ولكن إن جئنا على المسيرات على سبيل المثال، وهنا يتحدثون الباحثون في الشأن العسكري ويخبروننا بشكل مستمر بأن ليست أغلب المسيرات هي يمكن اصطيادها من
من قبل الدفاعات الجوية، وهذا الشيء الذي لاحظناه على سبيل المثال كما ادعت روسيا بأن هناك مسيرات أطلقت وتم استهداف من خلالها الكليرمن، وأيضا عندما شاهدنا هناك مجموعة من المسيرات تدخل الأراضي الروسية وأيضا تدخل الأراضي الأوكرانية ويتم تفجيرها وتم الذهاب إلى آخر مكان تنوي استهدافه دون أن تصاب من قبل الدفاعات الجوية. الطائرات المسيرة هي تختلف جذريا عن استخدام مضادات الجوية مثل منظومة باتريوت أو S-300 التي تستخدم هي بشكل دقيق على الصواريخ وأيضا على الاستهدافات المباشرة من الطيران الحربي على سبيل المثال، هي لا تستخدم للطيران المسير أو يتم استخدامها من قبل استهداف أو إصابة أهداف تكون دقيقة أو صغيرة جدا لا يمكن أن أو تحلق على مسافة صغيرة جدا، وبذلك هو يتم استهداف الهدف بشكل مباشر، وهذا الشيء التي تحاول أوكرانيا معالجته في الأيام والأسابيع المقبلة. نعم. طيب الرئيس زيلينسكي نشر رسالة مصورة وقال عائد إلى بلادي وبجعبتي عدد من أو حزمة قوية من الأسلحة الجديدة إلى الجبهة، يعني هذه جولة أوروبية اختتمها بلندن ولقاء ريشي سوناك، جولة بدأها بروما ثم برلين ومرورا بفرنسا وأخيرا في لندن، ما الذي يبحث عنه الرئيس زيلينسكي؟ هل يحشد الدعم بالفعل لمعركة أو الهجوم المضاد الذي من المفترض أنه كان متوقع منذ مارس، و عاد الرجل وقال إننا غير مستعدين بعد لشن هذا الهجوم، وما زال المطلب الملح الطائرات المقاتلة؟ نعم، دعنا في البدء أن نصنف، هل ذكرت الحكومة الأوكرانية بأن الهجوم المضاد سوف يبدأ في شهر أبريل أو شهر مارس من هذا العام؟ لم تذكر الحكومات الأوكرانية ولا حتى وزارة الدفاع الأوكرانية بأن الهجوم المضاد سوف يبدأ في أوائل الربيع أو في أوائل الخريف أو في أوائل الشتاء أو الصيف، هذا الشيء هو كان استنتاجات من بعض من المحللين حيث كانت تستنتج بعض الأفكار التي من خلالها عدنا في الزمن عندما بدأ الهجوم المضاد الأول في عمليات التحرك كان في أوائل الربيع، فالجميع اتفق بأن يكون هناك عوامل طبيعية تؤثر على ما يجري في المعارك وسوف يتم بدأ الهجوم المضاد في أوائل الربيع، ولكن إن جئنا على الحساب الحكومة الأوكرانية لم تذكر ذلك. لكثرة الحديث في ذلك الموضوع خرج الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في آنذاك في عبر أحدى القنوات التلفازية وذكر بكل وضاحة بأن القوات الأوكرانية هي جاهزة 90% للهجوم المضاد، ولكن لسنا اليوم سوف نبدأ بهذا الهجوم وسوف نترك لحين استكمال كل المتطلبات العسكرية لخوض هذه المعركة والاستعادة كافة الأراضي الأوكرانية، وهذا حسب ما تحدث به طبعا من خلال واشنطن بوست الأمريكية في أحدى الصحف الأمريكية. أيضا عندما ذهب الرئيس الأوكراني إلى روما وإلى بريطانيا وألمانيا وكانت هناك زيارات إلى الاتحاد الأوروبي. طيب سيد غيث أرجو أن تبقى معنا، بالتأكيد سنعود لنكمل هذه المداخلة، ولكن قبل أن ننتقل مباشرة إلى موسكو لمتابعة كلمة وزير الخارجية الروسي في اجتماع رؤساء الأقاليم الروسية. و40 ألف منهم طبقا للمنح الحكومية، ولدينا مع كل هذه البلدان عمل دعوب، روسيا زائد الخماسية، وفي أكتوبر الماضي أجريت قمة أولى، وفي سمرقند أجري اللقاء السادس بمشاركة روسيا على مستوى وزراء. إذن كان هذا جانبا من كلمة وزير الخارجية الروسي في اجتماع رؤساء الأقاليم الروسية. أعود مرة أخرى إلى ضيفي غيث مناف، وأعود مرة أخرى إليك إذا كنت معي سيد غيث، وكنا نتحدث عن الدعم الأوروبي إلى كييف، هل لقي رئيس زيلينسكي أي أذان صاغية لمطالبه من أوروبا؟ إذن يبدو أنه فقدنا الاتصال بالسيد غيث مناف من أوكرانيا، على كل حال شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن بلاده مستعدة لتدريب الطيارين الأوكرانيين وإن هذه البرامج التدريبية
يمكن أن تبدأ على الفور. وأضاف رئيس ماكرون أن باريس ستزود كييف بمعدات أخرى وذخائر وصواريخ لها نطاق يمكن أوكرانيا من المقاومة وشن هجوم مضاد. قررنا تدريب الطيارين الأوكرانيين وكذا القوات والكتائب التي ستتولى قيادة الهجوم المضاد ومقاومة وإصلاح المركبات، لأن هذا أيضا ما تحتاجه أوكرانيا. وكما قلت لكم، إن التدريب والقدرة على إصلاح المعدات التي قدمناها لجعلها جاهزة للعمل بالفعل هو أمر حاسم. بالإضافة إلى ذلك، سنقوم بتقديم معدات أخرى وذخائر وصواريخ لها نطاق يمكن أوكرانيا من المقاومة وتنفيذ هذا الهجوم المضاد. قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين إن خطة كييف للسلام يجب أن تكون الأساس الذي يتم البناء عليه لإنهاء الأزمة الراهنة. وأوضحت فوندرلاين أن جولة وزير الخارجية الصيني المرتقبة إلى أوروبا مهمة للغاية في إطار السعي لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا. لقد كان أمراً جيداً أن يتحدث الرئيس الصيني شي جي بينغ مع الرئيس زيلينسكي، لأن الصين بلا شك لها تأثير كبير على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكعضو في مجلس الأمن هذا أمر في غاية الأهمية. علاوة على ذلك، يجب علينا أن نبني على خطة السلام الخاصة بكييف لوقف الحرب الدائرة في أوكرانيا. أعلنت روسيا أنها أرسلت إحدى مقاتلاتها الحربية لاعتراض طائرتين عسكريتين، إحداهما فرنسية وأخرى ألمانية، فوق بحر البلطيق. وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن مقاتلة روسية من طرازي سو 27 تابعة لأسطول بحر البلطيق رافقت طائرة ألمانية عسكرية وطائرة أخرى تابعة للبحرية الفرنسية لمنعهما من انتهاك الحدود الروسية. وأضافت الوزارة أنه بعد ابتعاد الطائرات الأجنبية عادت المقاتلة الروسية إلى قاعدتها الجوية. للمزيد من مدريد ينضم إلي الدكتور صلاح قيراطة، الخبير في العلاقات الدولية. دكتور صلاح، صباح الخير، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. أنا سأبدأ أولا من قراءة للجولة الأوروبية التي قام بها الرئيس زيلينسكي واختتمها في لندن بعد أن بدأها في روما مرورا ببرلين ثم باريس. يعني هل من قراءة لهذه الزيارة وإلى أي درجة كانت هناك آذان أوروبية صاغية لمطالبه الملحة خاصة في موضوع الطائرات المقاتلة؟ الواضح أن الرئيس زيلينسكي لا يأوي جهدا ولا يدخر وقتا إلا ويتحرك من خلاله طالبا المدد والعون. في المقابل يبدو أن الآلة العسكرية الروسية كما هي جهنم التي تقول دائما هل من مزيد، وعليه عندما أعلنت بريطانيا أنها ستزود وزودت فعلا أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى، قال الطرف الروسي هذا سيؤزم الوقت الجو. أضف لذلك سيكون هناك ردود انتقامية، ومع كل هذا وذاك تحدث عن تدمير سيلحق بالبلاد إثر تزايد مستوى التسليح لجهة النوعية. بهالسياقات زيلينسكي الحقيقة ذهب إلى إيطاليا التي كنا نعتقد مع تولي رئيس الوزراء الحالي مقاليد الحكم كنا نعتقد أنها ربما تقف على الحياد، إلا أنها فاجأت العالم ووقفت خلف أوكرانيا في مواجهة روسيا. وهذه حقيقة، التقى البابا وطلب إليه أن يدعو له، فأجاب البابا أنه يدعو للسلام دائما. بعد ذلك ذهب فورا إلى ألمانيا التي وعدت أو جهزت حزمة مساعدات عسكرية تصل إلى ما قيمته 2.7 مليار يورو، لتكون بذا أو تقول بذا أنها الدولة الثانية بعد أمريكا هي من زودت الأوكرانيين بالعتاد العسكري وبمبالغ ضخمة. ليفاجئنا بعد ذلك أيضا زيلينسكي أنه لم يعد إلى كييف، بل واصل لقاءه إلى فرنسا. الرئيس الفرنسي وعد بأن قواته ستدرب بعض التشكيلات الأوكرانية،
على بعض من الاعتاد الفرنسي، إلا أنه لم يجانب عادته دائما، بل قال أنه يتحدث بالسلام وهو ديدن الرئيس الفرنسي حقيقة. هذه نقطة. أما النقطة اللافتة هو حضور إيلون ماسك اللقاء الذي أصبح بعد حضوره لقاء ثلاثيا، بمعنى إيلون ماسك معروف أنه هو من يمد الجيش الأوكراني بتقنية الاتصالات، هذا مؤشر أن عملية الهجوم المضاد الذي يقال عنها منذ فترة ليست بعيدة أنها صارت قاب قوسين أو أدنى، ليذهب إلى الدولة الراياتي وهي أكثر من يضخ السلاح الغير تقليدي إن صح التوصيف لجهة المسافات. أوروبا مع أمريكا يحاولون دائما وأبدا أن لا يدعم الجيش الأوكراني بتقنيات تمكنه من القصف خلف خطوط الجيش الروسي أو في العمق الروسي، إلا أن بريطانيا فعلت ووعدت بأنها ربما ترسل طائرات، وغاية الرئيس الأوكراني دائما في كل جولاته إضافة للصواريخ بعيدة المدى التي حصل عليها من بريطانيا فعلا وأسقط الروس أحدها يوم أمس، الوصول إلى الطائرات. وفضل طيب دكتور صلاح، يعني إذا عدنا بالذاكرة يعني مع بداية مطالبات زيلينسكي، الأمر بدأ بالأسلحة ثم انتقل إلى الصواريخ ثم انتقل بعد ذلك إلى أنظمة دفاع جوي وانتقل بعدها إلى الدبابات والآن الطائرات المقاتلة التي ما زالت خطا أحمر، الأوروبيون لا يريدون التنازل عن، إلى أي درجة هناك خشية حقيقية من استخدام كييف هذه الطائرات للوصول إلى الأراضي الروسية، إلى أي درجة هذا يعقد المشهد والأوروبيون يدركون ذلك؟ عزيزتي، بريطانيا وعدت بالأمس أن تزود الجيش الأوكراني بمسيرات تصل حتى 200 كيلومتر. القضية ليست بالمقاتلات بل بسواها من صنوف أسلحة مدت بها بريطانيا الجيش الأوكراني، وهذه التقنيات لها أن تقصف في العمق الروسي، وقد لاحظنا الهجوم الذي نفذ منذ فترة ليست بالبعيدة على الكرملين بمسيرات. الطائرات المقاتلة هي حلم يداعب مخيلة الرئيس زيلينسكي، الآخرون يقولون أن الطائرات خط أحمر ولن يدعم الجيش الأوكراني بها، لكني دعيني أستأنس بما قاله يوم الرئيس وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية الثانية تشرشل، عندما قال أنه ليس لنا أن نعرف الحقيقة خلال مجريات الحروب. ما يمكن أن يكون في حدود بعيد عن التصور يصبح واقعا في لحظة من اللحظات. أعتقد أن زيلينسكي، هل يمكن أن يتم ذلك سريا دكتور صلاح؟ يعني ليس بالضرورة أن يكون عليه، هل يمكن أن يحدث سرا؟ لن تتفاجأوا، لأنكم تعلمون حتما أنه أعتقد خلال 72 ساعة ماضية قامت طائرة أمريكية بالتضافر والتعاون والتعاضد مع طائرة بريطانية بقصف معمل في لوهانسك الذي تسيطر عليه القوات الروسية. الطائرة الأمريكية قامت بالتضليل عندما أطلقت رشقة من الصواريخ تظهر عند الشاشة على الشاشات الروسية، شاشات الرادار أقصد، تظهر على أنها طائرات، وعليه تم تشغيل هذه الشاشات أو هذه الرادارات لتقصف بريطانيا الرادارات، وبعد ذلك توجه صاروخا من الصواريخ التي أسندت بها بريطانيا الجيش الأوكراني ستورم شادو. نعم، أطلقت صاروخا كان له أن دمر المعمل الذي يقدم دعما لوجستيا للقوات الروسية. إذن الأمريكي البريطاني ضليع، ولا نعرف ماذا تقبل الأيام القادمة سيما تصاعد الحرب والإصرار الروسي على تنفيذ مهام قتاله التي يسميها العملية العسكرية الخاصة. ألا يخشى زيلينسكي أن يتململ الأوروبيون من طول أمد الحرب، وأن يعني هي بالفعل تحولت إلى حرب استنزاف؟ يعني مثل ما قلت دكتور صلاح أنه روسيا بدأت هذه الحرب ومستمرة فيها بمنطق، هل من مزيد؟ نعم سيدتي وأختي الكريمة، الواضح أن ما يقال عن هجوم مضاد هو سيكون الفيصل بما سيحدث لاحقا، بمعنى إن حدث هجوم مضاد كما يقول الأوكراني مدعوما من الغرب، واستطاعت الوحدات أو التشكيلات أن تنفذ أوامر قتالها أو أوامر عملياتها، فهذا خبر سيكون مفرحا للغربيين، وبالتالي سيستمر الدعم والإسناد. لكن إن لم يستطع أن يحقق شيئا، وعليه ما نراه حاليا في باخموت خلال 48 ساعة الماضية، عمليا
المظاهر العامة توحي أن الهجوم المضاد قد بدأ من هذه النقطة، في حين الإيحاءات كلها كانت تتحدث باتجاه زاباروجيا وجنوبا باتجاه شبه جزيرة القرم لقطع الإمدادات. المؤشرات أن العملية الهجوم المضاد كانت قد بدأت، لكن البادي أن الأوكراني يخشى أن يعلن ذلك، وبالتالي هي عملية جس نبض. إن استطاع أن يخترق خطوط الروسي فسيقول أننا بدأنا ونحن ماضون، وسيكون خلفه الأوروبيون والأمريكيون، لكنه إن لم يستطع سيقول أنها عملية كما هي كر وفر خلال الفترة الماضية التي وصلت حتى الآن إلى ما مقداره 15 شهر. طيب، وفق ما هو معلوم ونشرته وكالة الأنباء الفرنسية على لسان مسؤول أوكراني، من المفترض أن هناك دبلوماسي صيني وهو الممثل الخاص بالشؤون الأوراسية والمكلف ببحث التسوية في ملف هذه الأزمة، سيزور كييف اليوم وغدا، من بعد أيضا لديه جولة في روسيا وبولندا وفرنسا وألمانيا. ما الذي يمكن أن ننتظره من مثل هكذا لقاءات ستعقد في كييف وغيرها من العواصم الأوروبية، لأنه يبدو أن الحديث أكثر على الحرب أكثر منه على السلام في هذه الأزمة الآن على الأقل؟ سأتحدث من نهاية الفقرة أو من نهاية السطر لأقول أن العلاقة الصينية الروسية علاقة ربما أوصفها شخصيا ما فوق استراتيجية، فما ينطبق على روسيا في أوكرانيا ينطبق على الصين في تايوان. القضية هنا، والصيني إلى حد ما يحاول أن يتجنب الغوص علنا في مساعدة الروسي، إلا أنه كان يقول دائما وأبدا أن العلاقات متميزة والرابط بين الطرفين لا يمكن أن يفك. حقيقة الصين قدمت مشروع سلام أو مبادرة السلام من 10 نقاط وهي ترنو إلى ذلك، لكنها بالمقابل لن تتخلى بحال من الأحوال أو لن تترك روسيا إن كانت بحاجة إلى مد من عتاد. أضف لذلك، هناك من قال بدليل أن الاتحاد الأوروبي فكر جليا أو طويلا بأن يفرض عقوبات على 7 شركات صينية، قيل أنها تمد الروسي ببعض المساعدات التي من شأنها أن يستخدمها في إطار العتاد العسكري. كل هذه المؤشرات تقول أن روسيا والصين متناغمتان متفاهمتان، يجمع بينهما وحدة الهدف، وربما المصير إن كنا محقين في هذا التوصيف. بكل السياقات الصين تحاول قدر الإمكان ألا تنفلت الأمور من ديدنها الحالي. الخشية كل الخشية وفق ما سربت صحيفة واشنطن بوست منذ عدة أيام، أيضا أعتقد خلال الأيام الثلاث الماضية، بمعنى أن الرئيس زيلينسكي كان قد اجتمع مع قادة قواته المسلحة وطرح عليهم فكرة وهي احتلال أراضي الروسية ما خلف خطوط العدو. هنا نستذكر العقيدة الروسية لجهة استخدام الأسلحة النووية التي تقول أن روسيا لها أن تستخدم هكذا عتاد سواء كان تكتيكيا أو استراتيجيا في حال تهدد الروسي بخطر وجودي. ولكن دكتور صلاح، مثل هكذا قرار هل يمكن أن يذهب إليه الرئيس زيلينسكي بمفرده؟ يعني الأوروبيون وأيضا الحليف الأمريكي يدركوا جيدا تداعيات مثل هكذا خطوة، وبالتالي هل هذه خطوة قد تبدو معقولة فعلا؟ طالما أن البريطاني زود زيلينسكي أو الجيش الأوكراني بتقانات لم يوافق عليها الاتحاد الأوروبي برمته، ولم تقم بها أمريكا وهي الراعي الأكبر لهذه الحرب وهي من حرض عليها أو هي من استدرج الروسي إليها، فنحن أمام احتمالات موضوع على الطاولة، لا نستطيع أن نقول هذا ممكن أو غير ممكن. أضف لذلك واشنطن بوست قالت أن المخابرات الأمريكية هي من اعترض الاجتماع، هي من تجسس على الاجتماع، ولم تكن المعلومات معلنة من قبل الإدارة الأوكرانية. إذن هناك ما يدور في الغرف المغلقة خلف الأبواب المغلقة بين الرئيس زيلينسكي وقادة قواته المسلحة، يريد أن يدخل إلى العمق الروسي بالتالي ليفاوض
الروس في مفاوضات قادمة، بمعنى أخرج وتخرجون. بهذا السياق يفكر زيلينسكي، يبدو أنه وفق ما تحدث الذات الصحيفة أنه شخصية عدوانية. بالمقابل هناك كثيرون يعتقدون، وهذا الاعتقاد ربما هو واقع ومألوف ومبرر، أنه يدافع عن بلادي. في كل السياقات، في كل السياقات لا شيء يمكن أن نركن إليه بشكل محسوب ولا شيء غير متوقع، فالحرب مفتوحة على كل الاحتمالات، لكن الخشية التي تخشاها أوروبا وكذا أمريكا أن ينتقل الروسي من السلاح التقليدي المعلوم الذي يحارب به منذ 15 شهرا إلى السلاح النووي التكتيكي، بمعنى يخصف منطقة محددة بسلاح 1 كيلوطن، ينذر الغرب بأننا جادون لننتقل إلى ما بعد ذلك. الغرب يخشى أن يقدم زيلينسكي هذا المبرر، لكنني في مكان أعتقد فيه أن الآخرون طالما رأوا هذا السلوك من زيلينسكي سيكونوا متحفظين، إضافة إلى ذلك منبهين من مخاطر ربما إن لجأ إلى القيام بما يهدد الروسي، أقصد زيلينسكي، ربما نكون مع حرب عالمية ثالثة لكن بصيغة مرعبة قد تستخدم بها الأسلحة النووية. طيب، هل ما زالت المقاربة الغربية على موقفها في مسألة الدعم؟ يعني الدول الأوروبية والولايات المتحدة عندما بدأت بدعم أوكرانيا في هذه الحرب منذ بدايتها كانت لها مقاربة، الآن بعد أكثر مرور سنة ودخول الحرب في عامها الثاني، أي تغيرات طرأت على هذه المقاربة دكتور صلاح؟ الفيصل الحالي هو ما يترقبه الغرب والشرق والعالم في آن معا، وهو الهجوم المضاد الذي تتحدث عنه كييف. إن حدث هذا الهجوم، أو إن لنقل إن لم يكن قد بدأ فعلا كجس نبض كما كنت قد أسفت منذ لحظات، على ضوء هذه العملية الاستثنائية والواردة في كل العلوم العسكرية وفي كل مواجهات عبر تاريخ الحروب في العالم، إن تطور هذا الهجوم واستطاع أن يحقق من خلاله الأوكراني بعضا من إعادة أراض كان قد سيطر عليها الروسي، فنحن أمام دعم غربي غايته الأولى والأخيرة كسر شوكة الروس وجبرها على التراجع عما كانت قد أعلنته أو سيطرت عليه، وهو 20% من المساحة الكلية الأوكرانية. لكن كونوا على يقين، إن فشل هذا الهجوم، وأميل أن الروسي يخبئ، طبعا المنطق ألا ننتظر المنتظر، المنطق العقلاني في الحروب سيما بهذه الظروف أن نفكر بما هو غير منتظر. ربما ما هو غير منتظر هذا ما يخفيه الروسي حاليا، إن حدث الهجوم واستطاع الروسي أن يكسره فالدعم سيتراجع، والضغط على زيلينسكي للجلوس على طاولة المفاوضات سيكون حتميا. شكرا جزيلا لك من مدريد دكتور صلاح قيراطة الخبير في العلاقات الدولية. تستضيف باريس اجتماعا لتحالف عدد من الدول الأوروبية المؤيدة للطاقة النووية بهدف تعزيز تعاونها واستقلالية القارة من هيمنة روسيا على الطاقة النووية. يشارك في الاجتماع ممثلون ل 16 دولة أوروبية بصفة مراقب والمملكة المتحدة كضيف خاص، بالإضافة إلى المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة قادري سامسون. ويجتمع التحالف للمرة الثالثة منذ تأسيسه، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع خاص وليس على هامش مجلس الطاقة الأوروبية. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا من موسكو السيد ألكسندر زاسبيكان الدبلوماسي الروسي السابق. سيد ألكسندر، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. يعني أنا سأبدأ أولا من هذه الجولة التي اختتمها زيلينسكي إلى أوروبا، كما قيل وتحدث التقارير وحتى جاءت على لسان من قابلهم زيلينسكي، إنها لحشد الدعم مع الوعود بالحصول على مزيد من المساعدات. كيف تراقب موسكو هذه الجولة والوعود التي حصل عليها زيلينسكي؟ أظن أن هذه العملية شيء طبيعي، يعني تزويد بالسلاح الغربي
لنظام كييف، وهذا ما يحصل خلال كل هذه الفترة، وليس شيء جديد بالنسبة لروسيا التي كانت تتوقع منذ الأول أنه بتصير تطوير لهذه العملية تدريجيا من أنواع بسيطة نسبيا إلى أنواع أكثر متطورة وأكثر فعالية. وخاصة اليوم نتحدث في ضوء ما يسمى الهجوم المضاد الأوكراني، فكل القدرات الآن الأوكرانية تتوحد عشان تحقيق هذا الهدف، وبدون مثلا بدون أجواء بدون طائرات صعب جدا تحقيق النجاح. فلذلك موضوع الآن موضوع الصواريخ وموضوع الطائرات، قبل ذلك كان موضوع المدرعات، لكن في نفس الوقت أنه روسيا لديها قدرات جيدة، فلذلك أنه المزاج في الجيش الروسي والمجتمع أنه في انتظار هذا التصعيد كأنه لابد منه، ومنشوف شو بتصير موازين القوى نعتقد لمصلحة روسيا. طيب، العاصمة كييف شهدت هجوما مكثفا وعنيفا وصف بأنه الأشرس منذ بدء الحرب، وهو الثامن ربما هذا الشهر أيضا، ووفقا لما صرحت به قيادة الأركان في الجيش الأوكراني، وقال إن جميع الصواريخ التي استهدف العاصمة كييف تم إسقاطها. في أي إطار نضع هذه الهجمات الروسية ووصولها إلى العاصمة كييف يعني بهذه الكثافة؟ هذا صحيح أنه كان هجوم قصف شديد وللمواقع العسكرية وبنية تحتية العسكرية في كييف، أما بالنسبة لفعالية دفاع الجوي فهناك صورة غامضة وما فيش معلومات أكيدة، لأنه صحيح أن الطرف الأوكراني يقول أنه تم إسقاط الصواريخ الروسية، لكن ما فيش تأكيد من الجانب الروسي هذا ما وقع، فلذلك لا نستطيع أن نعلق بصورة مضبوطة أن نتائج لهذا القصف، ولكن كما حدث عسكري كبير صحيح أنه ما حدث. طب هل يبدو أن الحديث الآن عن الحرب أكثر منه عن السلام سيد زيزبيكان؟ يعني حتى من المفترض أن وزير الخارجية الصيني سيكون له زيارة إلى أوروبا في الفترة المقبلة. اليوم هناك مسؤول صيني رفيع مكلف ببحث في هذه التسوية الصينية لهذه الأزمة يزور كييف، ومن بعدها أيضا من المفترض أنه سيزور موسكو وبولندا وفرنسا وألمانيا. يعني لأي درجة الأمور مهيئة لمثل هذه الأحاديث عن السلام في ظل الحديث مثل ما ذكرت عن هجوم متوقع ومضاد من القوات الأوكرانية، وأيضا معارك شرسة تدور في باخموت؟ بصراحة أن الحديث حول التفاوض والحلول السياسية السلمية كانت مطروحة دائما خلال كل فترة النزاع، ولكن لم يتحقق. الموقف الروسي رسمي معروف أنه مستعدين للتفاوض ولكن بشروط معينة، وهذه الشروط واضحة أنه غير مقبولة للجانب الثاني. من ناحية الغربية أنه أمريكا تريد استمرار الحرب لأنها تريد استنزاف روسيا، هذا واضح تماما. الأوكرانيا كذلك نظام كييف لديه شروط غير مقبولة أصلا من جانب روسيا، فلذلك الاستنتاج العام اليوم موضوع التفاوض أو حتى احتمال الحل السلمي غير مطروح، فهناك الخصم العسكري وكل شيء يتوقف على الميدان، فلذلك نتحدث عن التصعيد القادم يعني حدث الأساسي في سياق النزاع.
طيب، ما دمنا تحدثنا عن الميدان، معارك شرسة تخوضها القوات الروسية في معركة باخمود التي من المفترض أنها سيطرت على معظمها، ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت المدينة مستعصية عن إحكام السيطرة بالنسبة للقوات الروسية، ده حتى أنه كييف قالت أو أوكرانيا قالت أنها اليوم نجحت في تحقيق السيطرة واستعادة 10 مناطق في باخمود. يعني ما يتم تداوله عن صراع بين بريغوجين، يفجيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر العسكرية ووزير الدفاع وقائد الأركان الروسية، يعني كيف نعلق على التصريحات والانتقادات التي يواجهها دائما بريغوجين ويراها المراقبون سبب في عدم حسم المعركة حتى الآن؟ طبعا في الإعلام الغربي وفعلا في المجال الإعلامي بشكل عام هناك تضخيم لهذا الموضوع. صحيح هناك خلاف ما بين بريغوجين وقيادة الجيش، ما هي فعلا يعني أسباب زخائر وإلى آخره، فلذلك يجب أن نعترف المقاطع المصورة التي يظهر فيها أكثر من مرة وتكررت كثيرا بنبرة صوت عالية بشحنات من الغضب، ووصلت أحيانا فيها إلى بعض الألفاظ غير اللائقة، يعني في نقد لاذع يقدم إلى العسكريين في روسيا، حتى كان آخرها ما تداوله تقرير الواشنطن بوست والتي قالت أو زعمت بأن بريغوجين عرض على المخابرات الأوكرانية أن يزودها بمعلومات عن مواقع روسية في باخموت، ومقابل ذلك ينسحب من بعض النقاط. هو قال من سماهم النخبة في موسكو هم المسؤولون عن تسريب مثل هذه المعلومات، يعني الرجل واضح في مقاطع مصورة. طيب أنا أقصد أنه معلومات في المجال الإعلامي في كثير عن هذا، فلذلك أنا مثلا لا أستطيع أن أضيف شيئا، ما فيش قيمة إضافية بالكلام اللي نحن شاهدنا صور بريغوجين وكل التعليقات وإلى آخره. بس أنا أعتقد أنه شيء مهم بقدر أنا أقول للجمهور أنه من الناحية الروسية ما هو المهم، أنه واغنر يبقى في باخمود، هذا من ناحية. من ناحية أخرى هناك كانت خطورة لأجنحة للمناطق المجاورة لباخمود، وفي هذه المناطق الموجودة قوات أخرى، فهناك كان الهجوم الأوكراني على هذه المناطق. آخر المعلومات عم بيقولوا أنه لا، أنه صار في تعزيز المواقع الروسية بالأجنحة بهذه المناطق المجاورة، فلذلك صارت الجبهة ثابتة كما هي. وهنا سيظل السؤال، لماذا لم تحسم المعركة حتى الآن في باخمود؟ يعني ما الذي يجب على القوات الأوكرانية أن ترك القوات الروسية عفوا أن تركز عليه لحسم هذه المعركة، خاصة وأنها سيطرت بالفعل على معظم المدينة؟ معركة باخمود ما هي أهميتها؟ الأهمية التكتيكية معروفة، أنه نقطة الارتكاز جهود من الطرفين. الشيء الثاني، إذا خسمت هذه المعركة فيفتح لمصلحة روسيا، يفتح المجال للهجوم على المناطق الأخرى، والعكس الصحيح إذا خسمت لمصلحة أوكرانيا فأيضا هناك الأفق لاستمرار الهجوم. فلذلك شراسة المعركة من هذا. الشيء الثاني أنه التشغيل هناك عدد كبير من القوات المسلحة، ورغم الخسائر فهناك بيجوا المزيد والمزيد من الجانب الأوكراني يوميا، هناك يعني إرسال القوات الجديدة، فهذا ما يستمر، لأنه القيادتين تهتمان بهذه المنطقة وتعتبر أنه اليوم ما فيش أي منطقة أهم من ذلك. وفقط العملية التي تكون أوسع وأكبر
وتكون بحجم يتفوق كثيرا هذه. فهذا هذه المعركة القادمة تكون لديها أهمية أكبر من معركة بخمود. شكرا جزيلا لك من موسكو السيد ألكسندر زاسبيكان الدبلوماسي الروسي السابق. بدأ مبعوث صيني كبير جولة تشمل أوكرانيا وروسيا ودولا أوروبية أخرى في مهمة تهدف إلى بحث سبل التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أن لي هوي ممثل الصين الخاص لشؤون منطقتي أوروبا وآسيا وسفير بكين السابق لدى روسيا سيزور أيضا بولندا وفرنسا وألمانيا ضمن جولة تستغرق عدة أيام. وأضافت الوزارة أن الزيارة تأتي ضمن جهود الصين نحو تعزيز محادثات السلام وتوضح تماما التزام الصين الراسخ بالسلام. ومن العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا السيد سامر خير أحمد الخبير في الشؤون الأسيوية. سيد سامر صباح الخير، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. هل من قراءة لهذه الزيارة والجولة التي سيبدأها المسؤول الصيني بأوكرانيا ومن ثم من بعد يتجه إلى روسيا ودول أوروبية أخرى؟ هذه الزيارة هي خطوة عملية في جهود الصين لمحاولة جمع الطرفين الروسي والأوكراني على مائدة المفاوضات مجددا والتوصل إلى حل سياسي للحرب المشتعلة منذ أكثر من عام. يعني تأتي هذه الخطوة العملية بعد 3 شهور تقريبا من إعلان الصين مبادرتها لإحلال السلام بين الطرفين، لذلك يعني هذه هي خطوة في مسيرة ربما تستمر عدة شهور مقبلة. ليس من المتوقع أنه يعني تفضي إلى حل مباشر أو فوري للأزمة. إذا نجحت هذه الزيارة في فهم وجهات نظر جميع الأطراف ثم إقناعهم بالعودة مجددا إلى مائدة المفاوضات فستكون زيارة مهمة وناجحة وتبشر بإمكانية انتهاء هذه الحرب خلال الشهور المقبلة. ما حجم التنازلات المطلوبة من الجانبين سيد سامر بالفعل للذهاب إلى طاولة مفاوضات وليس حتى وقف الحرب؟ يعني العمليات العسكرية ما زالت مستمرة والهدف منها بالأساس هو حصد أكبر قدر من المكاسب التي تمكن كل طرف من أن يترجم ما حصده على الأرض إلى بنود موقعة في اتفاق. يعني لا ما يعني من أو كفة من ترجح حتى الآن إذا ما ذهب الطرفان إلى مفاوضات؟ المعضلة الأساسية التي تواجه المبادرة الصينية والجهود الصينية بشكل عام هي الأراضي التي ضمتها روسيا من أوكرانيا، لأنه الآن الذهاب إلى مائدة المفاوضات مباشرة يعني أن روسيا هي التي حققت مكاسب أكثر، لأنه سيكون مطلوبا من أوكرانيا أن تتعامل بشكل ما مع فكرة أن روسيا ضمت جزءا من أراضيها إليها. لذلك هذه هي المشكلة الأساسية والتحدي الأساسي. الآن في الوضع القائم إذا ذهب الطرفان إلى مائدة مفاوضات وهذا ما تحذر منه الولايات المتحدة سيكون لصالح روسيا. سوف يقوم المبعوث الصيني الذي هو دبلوماسي صيني كبير طبعا من خلال زيارته إلى كييف ربما بفهم وجهة النظر الأوكرانية تجاه هذا المسألة الحساسة وكيف يمكن التعامل مع فكرة العودة إلى مائدة المفاوضات بينما ما تزال روسيا تنشر قواتها على أراضي أوكرانية وتضمها إليها بشكل رسمي بالنسبة لها. طيب مفهوم أن يزور الرجل الصيني المسؤول الصيني كييف ويزور موسكو، لماذا يذهب إلى أوروبا؟ ما الذي يريد أن يستمع إليه من أوروبا؟ خلال الفترة الفائتة كانت قادة الاتحاد الأوروبي يحثون الصين على التواصل مع روسيا وإقناعها بالتوصل إلى حل سلمي للأزمة من مصلحة أوروبا أن تنتهي هذه الحرب. رأينا ذلك في زيارة الرئيس الفرنسي إلى بكين في الأسابيع الفائتة، كذلك رئيسة المفوضية الأوروبية. من مصلحة كذلك التواصل الألماني مع بكين أيضا، من مصلحة ألمانيا أن يتم التوصل إلى حل ما لهذه الأزمة من مصلحة أوروبا يعني بشكل عام.
بالتالي زيارة الأطراف الأوروبية مهمة بالنسبة إلى دفع أوكرانيا للجلوس على مائدة المفاوضات مع روسيا، لأنها لها تأثير ولها مصلحة مباشرة في هذه الحرب. يعني لا يمكن القول أنها ليست طرفا معنيا بشكل مباشر بهذه الحرب. بالتالي زيارة المبعوث الصيني إلى هذه الدول زيارة مهمة في إطار حث الطرفين على الجلوس على مائدة المفاوضات، بما في ذلك زيارته إلى بولندا، لأن بولندا موقعها الجغرافي حساس وهي تتأثر مباشرة بتداعيات هذه الحرب. أيضا هناك تصريحات لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين قالت فيها إن خطة كييف للسلام يجب أن تكون الأساس الذي يتم البناء عليه لإنهاء الأزمة الراهنة. قالت هذا كمان أيضا تعقيبا على زيارة مرتقبة وتعول عليها كثيرا فيما يبدو أوروبا لوزير الخارجية الصيني، وصفتها بأنها مهمة للغاية في إطار السعي لإنهاء الحرب الدائرة في أوكرانيا. ما الرسائل التي ترسلها أورسولا فوندرلاين وتستبق بها هذه الزيارة، وربما تكون أيضا دليل أو يهتدي بها المبعوث الصيني قبل وصوله إلى الدول الأوروبية؟ هو في الواقع رئيس المفوضية الأوروبية كانت تتخذ موقف حاد من الصين قبل زيارتها إلى بكين رفقة الرئيس الفرنسي. اليوم يبدو أن المفوضية الأوروبية، الاتحاد الأوروبي يعني بشكل عام، يجد أن المبادرة الصينية يمكن أن تفضي حقا إلى جلوس الطرفين على مائدة المفاوضات وإنهاء هذه الحرب بشكل أو بآخر. قبل أيام كان هناك تصريح لافت لهنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الشهير، الذي جهوده أدت إلى فتح العلاقات بين الولايات المتحدة والصين منذ سبعينات القرن الفائت، يعني بمعنى أنه يعرف الصين جيدا. هو قال إنه الجهود الصينية ستفضي إلى إنهاء هذه الحرب أو التوصل إلى اتفاق ما قبل نهاية العام الجاري. يبدو أن الاتحاد الأوروبي أيضا يفهم ذلك ويعرف أن الجهود الصينية ربما يمكن أن تثمر نتيجة مهمة خلال الشهور القادمة، وبالتالي أصبح للصين دور مهم كلاعب يمكن أن يؤثر على روسيا ويمكن أن يؤدي إلى إنهاء هذه الشهور الصعبة التي مرت على العالم وعلى أوروبا بشكل خاص. طيب سيد سامر، أين واشنطن من هذه المقاربة الصينية، من هذه الاتصالات؟ يعني معروف أن سياسة الولايات المتحدة مع الصين تختلف عن سياسة الأوروبيين مع الصين، وكان هذا دوما موضع خلاف. أين تقف واشنطن؟ في الواقع هذا النجاح الدبلوماسي الصيني في عدة ملفات في العالم، والذي سبقه أيضا نجاح الصين في إبرام اتفاق بين إيران والسعودية، يعني ليس مرحب به من الولايات المتحدة. الولايات المتحدة تتحدث عن المخاطر الأمنية لكل هذه الجهود الدبلوماسية الصينية في العالم، وعلى وجه الخصوص في شأن الحرب الروسية الأوكرانية تقول الولايات المتحدة أن الصين منحازة إلى روسيا، وبالتالي هي ليست طرفا محايدا وليس طرفا مقبولا يمكن أن يؤدي إلى اتفاقية سلام عادلة ومقبولة وتحل هذه الأزمة. لكن يبدو أن الاتحاد الأوروبي من مصلحته أن يستثمر هذه الجهود الصينية، ولذلك الاتحاد الأوروبي لم يلتفت كثيرا، القوى المؤثرة أقصد في الاتحاد الأوروبي لم تلتفت كثيرا لهذه التحذيرات الأمريكية، بالعكس هي ترحب بهذه الجهود الصينية لأنه من الواضح أنه ليس هناك بديل لها في المرحلة الحالية، ومن المهم أن تستفيد أوروبا من هذه الرغبة الصينية بأن يكون لها دور مؤثر في الملفات المشتعلة في العالم من أجل الوصول إلى إنهاء هذه الحرب. في إطار مسألة فرض العقوبات على موسكو، كثيرا ما سمعنا من تحذيرات يطلقها الأوروبيون لدول لشركات تقول إنها تتحايل على العقوبات المفروضة على موسكو، وكان صحيفة فاينانشال تايمز قالت إن الاتحاد الأوروبي يدرس أن يفرض عقوبات على 7 شركات صينية يتهمها بأنها تتحايل على هذه العقوبات وتمد روسيا ببعض من القطع والأجهزة الإلكترونية التي من الممكن أن تستخدم في هذه الحرب، وهذا الأمر حذر منه وزير الخارجية الصيني. يعني لأي درجة هذا ربما أيضا يؤثر في هذه الوساطة الصينية؟ يعني أي رسائل ترسلها الصين إلى الأوروبيين؟ ما يزال القول بأن الصين لها مساهمات في الدعم العسكري إلى روسيا ليست ذات مصداقية كبيرة حتى الآن، ولذلك مثل هذه التصريحات لا يمكن أخذها على محمل الجد في إطار التأثير على قبول الجهود الدبلوماسية الصينية في شأن الحرب الروسية الأوكرانية، لكن هي يمكن تصنيفها في إطار
التفاصيل التي يعني تمثل حالة الشد والجذب في إطار الجهود الدبلوماسية في العالم، وقبول أو عدم قبول الجهود الصينية بتأثير طبعا من الضغوطات الأمريكية. نعم، شكرا جزيلا لك من العاصمة الأردنية عمان السيد سامر خير أحمد الخبير في الشؤون الآسيوية. إذن ختام هذه الساعة الإخبارية، ولمزيد من الأخبار يمكنكم دائما زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت. كذلك بإمكانكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك تويتر إنستغرام ويوتيوب، ومتابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11747 رأسي، وتحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أب ستور جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر أمامكم على الشاشة. لقاء إخباري تالي على رأس الساعة.